بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم متابعي قناة قيفي لحي. تبارك الله، انتما كتشوفوا الجدية ديالنا خرجت كتسلح مع كسيبة، وهذه الألبين ديالنا راه قريبة تولد إن شاء الله، المعجة الجوجة إن شاء الله اللي غتولد لنا في هذه الأيام، والربيع الحمد لله موجود، راه قريبة إن شاء الله. هذه ضرورة الإخوان كنا دايرين التلقيح ديال المرارة باش خرجوهم للربيع، إلا ما كناش دايرين الدواء ديال المرارة ما يمكنش لينا نخرجو الكسيبة ديالنا للربيع. وهادي الملاقينو إن شاء الله راه قريبة، تا هي هادي آخر معزة تولد عندي إن شاء الله، هي هادي الملاقينو. وهاديك جدية هي. بالنسبة للمضادات الطفيليات كاين اللي كيسولني على الليفوميك وعلى الرايب. بالنسبة لإخواننا للرايب في الوقيتة ديال الحمالة نديرو منو أتونسيون، يردو البال منو، لأنه يعني يقدر يدينا ليزافورتوم ولا يقدر يطيح لنا جديا اللي يكونوا في الكاش ديال المعزة. أما بالنسبة لي فوميك ما خافوش منها، يعني واخا نقدو نديروها ماشي مشكل، المعيز كيجري كيلعب، انه كيكون مر في الكوري كيخرج كيبقى يلعب واحد الساعة ولا نص ساعة الاولى، عاد من بعد كيوقفو يبداو ياكلو. وكذلك ملي يقرب المعيز يولد بواحد الشهر كنديرو الدواء ديال المرارة باش ما كيموتوناش جديان كما قلنا في فيديو سابق، وان شاء الله الامور تكون مزيانة. بالنسبه لهذيك لي فوميك الاخوان، راها ملي كنديرو لي فوميك خصنا نخليو 28 يوم عاد نشربو الحليب. بالنسبه للي بغى يخلي الدواء مثلا هكا تا تولد المعزة خايف على انهم يطيحوا له المعزة وبغى يدير تا من بعد يولدو عادي يدير لي فوميك، خصوش يشرب الحليب لانه مكتوب فيها 28 يوم عادي يمكن لينا نستعملو الحليب ديال المعزة ولا ديال البقرة. هي من الافضل كنديروها في هاد الوقيته هادي باش كنتهناو المعزة ما كتكونش كتحلب، وكنخليوها داك الساعة كنداويوها ملي كتكون حاملة. الرايب فقط كنديرو الاحتياطات ديالنا بالنسبة للادوز، يعني كنحتارمو المقادير اللي كاتبين في داك الدواء اللي غنشريو. مورسيانو هذا تا هو جدي، وجدي هي الكحلة، با هو هذاك المورسيانو الكحل اللي كتشوفو، وما هي هذيك المعزة راها فين 20 دار قرون. ان شاء الله غنبيع كلشي هاد الميز هذا اللي عندي غنبيعو، الا لقيت شي واحد يشري مني بشي ثمن مزيان غنبيع له هاد الخير تبارك الله كامل، حتى هاد الكسيبة كلشي غنبيعو. هذا جدي ولد هذيك المعزة المالاقينو، وباه كيشبه شويه لباه هو داك المرسيانو الكحل، هذا غيكون ان شاء الله جدي مزيان، يكون في حل مزيان عندو. دابا يا عام قل شي شويه، عام قل 3 شهور، لانه يعني تزاد في شهر 3 في 2021، دابا رحنا في 5 في شهر 1 2022. بالنسبة للمعزة اللي ولدت ما كنحلبهاش، انا كنخلي بنتها كترضعها جدية باش تبارك الله كتزيان، وحيت لها الكورينات والحليب من العشيه للعشيه، كنحيد لها داكشي اللي باقي ديال الحليب كنخليها كتحلب، عفوا كترضع، وفي العشيه كنخوي المعزة من الحليب كنحلبها باش ما يمرضلهاش الدرع ديالها، ويكون عندنا التهابات ديال الدرع كما عارفين
مشاكل ديال التهابات ما كيكونوش، لان الحليب ما خصوش يبقى في الضرع اكثر من النهار ديالو، يعني خصنا نحيدوه من بعد ما كتشبع المعزة، لان في هذا العمر هذا المعزة ولا هاد الجدية ما يمكن ليهاش ترضع الحليب كامل اللي كاين في فمها. من بعد ان شاء الله ما تكبر واحد شويه تولي ترضعها مزيان، ولكن دابا خصني ضروري من العشيه للعشيه كنحلبها. وبالنسبه للحليب اللي ما كيفيدش، كنعرفوا بلي عندنا الماميت، الالتهاب ديال الضرع، الحليب اللي ما كيفيدش كنديروه في بويون نطيبوه وكيتقطع الحليب، كنعرفوا بلي المعزه مريضه. كنحلبوا الحليب مباشره بعد ما كنحلبوه، كنصفيوه وكان نطيبوه. الى تقطع الحليب كنعرفوا المعزة مريضة، وكنستعملوا ماسيجيت ولا بعض الأدوية اللي كنستعملوا بالنسبة للالتهاب ديال الضرع. وكذلك في الحالة الى كان عندنا بعد الولادة مباشرة كيكون التهاب ديال الضرع كيتحجر الضرع، داك الساعة كنديروا الأدوية في نفس الوقت، يعني كنحاولوا ما امكن نعالجوا المعزة باش ما نفقدوش الضرع ديال المعزة، كيموت ما كيبقاش يعطينا الحليب. يا ديك مع الام ديالها تبارك الله. هذا الربيع هذا كيلعب واحد الدور كبير بالنسبه للانتاج ديال الحليب والجوده دياله والصحه ديال الماشيه، اذا كانت بطبيعه الحال مداويه من المراره. والنتيجه ديال الربيع ما كتبانش دابا، من بعد واحد 20 يوم عاد كتبان النتيجه ديال الربيع على الماشيه ديالنا. كيسمع الصوت ديال الكلاب وهما كيجفلوا. كان خبي على المعزة اللي راه قريبة تولد، ما مزيالهاش هاد الجيرة بزاف، كنبقى حداهم دابا واخا كيبقاو كيجريو، خصني نبقى تابعهم لأن الفيرما كيكونو فيها الكلاب. هاد الكلب هذا ديال الفيرما هذا، ولكن كاينين كلاب خرين كيجيو كيدخلو، هذا خصني ديما ندير رد البال. مشاو درقو عليا من دابا. ولا عندي تبارك الله خمسة ديال المعزات، خمسة ديال النتيوات، من بعد ما كان عندي ثلاثة. كياكلوا الربيع ما كيقيسوش الشجره يا اخويا، كما كتشوفوا الحمد لله ما كيقيسوش الشجر، كياكلوا غير الربيع. ما لاقينو جديه، كتلعب عجبها الحال. ايوا الحمد لله، نتمنى انكم تدعموا القناه وتشجعونا ان شاء الله على الاستمرار. لا فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.